بص يا عمر، نسمة مش عايزة غير الستر، سترها في السر في العلن انت وشوقك، وبعدين البت هتبقى ام عيالك يعني، وانت راجل مقتدر، واحدة ولا اتنين ولا تلاتة مش فارق معايا. طلباتك ايه؟ الوصلين اياه، والوصل بتاع الواد نور. الواد ده اتعكى معانا في موضوع مش بتاعه. ماشي بس انا لسه ما كملتش. غير الوصلين يا ريس اللي انا عايزهم، سعادتك هتعيني عندك في الشركة، ومش هنطمع، هو العشر بواكي في الشهر. طيب ممكن تسيبني كده اسبوع بس افكر في العرض بتاعك ده انت ونسمة؟ بس خلال الاسبوع ده ولا عايز تليفونات ولا عايز اي حركة غدر؟ ماشي، عشان لو حصل هيبقى وحش عشانكم. اوكي ثانية واحدة بس، راح فين؟ كلام لسه مخلص. واللي يقول لك بقى على حركة غدر تطلع منها من الموضوع ده 100% من غير أي خسائر. غدر؟ هو مين هيغدر بمين؟ أنا مش فاهم حاجة. اقعد أنا هرسيك بس على الليلة. اقعد. تصوري أنا نسيت أحكي لك حكاية عبد الله السكري أبو سرة. أبو سرة؟ آه. مش دي اللي أنت حكيتها لي الصبح؟ لا ما حكيتلكيش أبو سرة، أنا حكيتلك عن التاني يوسف أفندي. وده كمان بقى حكيتهولي امبارح قبل ما امشي. يا ست مش الحكايه ان انا احكيها، الحكايه هي المورال اللي جوه الحكايه، القصه، محتوى القصه. انت عارفه الحكايه دي بتفكرني بمين؟ بعبد الله الشابوري الثاني اللي بعدهم. الله، مش ده صاحب الفاتوري بيه اللي كان رئيسك في العمل؟ ايوه، ايه صاحب الرئيس. انا مش مهم الحكايات، المهم المضمون اللي جوه الحكايات. شوفي يا رشا يا بنتي، اصل هي الحكايات مش اصل. والله الحكايه دي بتفكرني بحكايات تانية كان حكاها لي جدي لابويا، وصاه قال له خد بالك وانت ماشي على الشمال، وبعدين جدي قال لي خد بالك وانت ماشي على اليمين. انا اتلخبط وتروح ليام وتيجي ليام ونصحى وننام. هي الساعه كام دلوقتي؟ ركزي يا رنا، بوكو يعني كتير، بوكو يعني كتير، بوكو يعني كتير، بوكو يعني كتير. وطي صوتك شوية يا أستاذ، مش عارفين نفهم الولد الدرس. وطي صوتي وعلي صوتي، هشرح إزاي؟ هشرح بالمشاورة؟ وطي صوتك شوية، مش عارف أفهم الولد. فزحتنا، وطي صوتي وعلي صوتي، هشرح إيه؟ بالإشارة؟ مش بالإشارة بس، وطي صوتك. خلاص وطينا، بوكو يعني كتير. ده فاعل وده مفعول به. ده فاعل وده مفعول به. ده فاعل وده مفعول به. ما هو مش هينفع كده بقى.